بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند باب كاد وأخواتها، واليوم إن شاء الله عز وجل نشرح هذا الباب، فاسمعوا وعوا لما أقول. يقول المصنف وهو ابن مالك رحمه الله: ككان كاد وعسى لكن در غير مضارع لهذين خبر. هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة. ذكرت لكم قبل ذلك القسم الأول وهو كان وأخواتها، فكان عندما تدخل على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، كقول ربنا تبارك وتعالى: وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما، كان فعل ماضي ناسخ، وقلنا النسخ في اللغة معناه الإزالة والتغيير. عندما دخلت كان على الجملة الإسمية نسخت الحركة الإعرابية، فالحركة التي كانت موجودة على المبتدأ حذفت وأتت بحركة أخرى، هي حركة إن هذا الاسم أصبح اسم كان، وغفورا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكان لها أخوات كما قلنا. هذا هو الباب الثاني من الأفعال الناسخة، وهو يعمل عمل كان بالضبط. ولذلك يقول الناظم: ككان كاد، يعني كاد تعمل عمل كان بالضبط. فنقول مثلا: كاد الأستاذ يشرح الدرس، وعند الإعراب أقول كاد فعل ناسخ يعمل عمل كان. الأستاذ اسم كاد مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، يشرح فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى الأستاذ، والدرس مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. هذه الجملة الفعلية في محل نصب خبر. فاسمع ماذا قال الناظم: ككان كاد، يعني كاد مثل كان في العمل، وعسى مثلها أيضا، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. يعني خبر كاد وأخواتها لابد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع بعكس كان، فكان قد يكون خبرها مفردا، وقد يكون خبرها جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة. الخبر المفرد أقول: كان الأستاذ شارحا. طب الخبر الجملة الإسمية: كان الأستاذ شرحه جميل. الخبر الجملة الفعلية: كان الأستاذ يشرح الدرس. الخبر شبه الجملة: كان الأستاذ في المسجد أو أمام المسجد. فنجد إن كان خبرها إما أن يكون مفردا أو جملة إسمية أو فعلية أو شبه جملة ظرف أو جار ومجرور، لكن بالنسبة لكاد لابد أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، ما يكونش ماضي ولا أمر. يعني لا تقل كاد الأستاذ اشرح الدرس، هذا خطأ. كاد الأستاذ شرح الدرس، هذا خطأ. أو كاد الأستاذ شرحه جيد، هذا خطأ. أو كاد الأستاذ شارحا، هذا خطأ. لابد أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها مضارع. قد يقول قائل منكم: أفعال المقاربة الدرس بنقسم معي إلى ثلاثة. هناك أفعال تدل على المقاربة وهي كاد وكرب وأوشك، هذه الأفعال الثلاثة تدل على قرب وقوع الخبر.
كاد المطر ينزل أو شك المطر أن ينزل، كرب القلب من جواه يذوب. فنجد أن هذه الأفعال تدل على قرب وقوع الخبر. أما عسى وحرى واخلولقى، هذه الأفعال الثلاثة تدل على رجاء حدوث الخبر. أقول عسى الله أن يرحمنا، حرى المذنب أن يتوب، اخلولق المطر أن ينزل. فهذه الأفعال الثلاثة تدل على الرجاء، الرجاء في حصول الخبر. أما أفعال الشروع مثل كلمة أنشأ أو طفق أو علق أو أخذ أو بدأ أو شرع، اسم هذه أفعال تدل على الشروع والبدء في الخبر. أقول أخذ الأستاذ يشرح، أو بدأ الأستاذ يشرح، طفق الأستاذ يشرح، فهذه الأفعال تدل على البدء في والشروع في حدوث الخبر. فإذا كانت هذه الأفعال مقاربة ورجاء وشروع، لماذا قال النحاة في الباب أفعال المقاربة؟ وهذا من باب تسمية الكل باسم الجزء. يعني إذا أدخلناه في علم البلاغة يبقى ده مجاز مرسل، علاقته إيه؟ الجزئية. يعني أطلق الإيه؟ الجزء ورد الإيه؟ الكل. بدل أن يقول باب أفعال المقاربة والرجاء والشروع قال باب أفعال المقاربة فقط، فسمى الكل وأراد الإيه؟ سمى بالجزء وأراد الإيه؟ الكل. الناظم رحمه الله يقول ككان كاد وعسى، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. يعني ندر مجيء الخبر اسما بعد عسى وكاد، بعد عسى وكاد. نأتي بالأمثلة حتى يتضح الكلام. يقول الشاعر أكثرت في العزم ملحا دائما، لا تكثرا إني عسيت صائما. أكثرت في العزل ملحا دائما، لا تكثرا إني عسيت صائما. وطبعا سين عسى هيبقى فيها أكثر من لغة، الكسر والفتح، يعني عسيت أو عسيت تمشي الاثنين. الشاعر يقول لمخاطبه إنك أكثرت في العزل، ومعنى العزل يعني الملامة، ملحا من ألح إلحاحا يعني أكثر من الإلحاح. لا تكثرا يعني لا تكثرا من العزل واللوم، إني عسيت صائما. الشاهد إن خبر عسى جاء مفردا، وهذا نادر وقليل في كلام العرب، لأن المعروف إن عسى لابد أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، كقول الله في كقولنا مثلا عسى الله إيه؟ أن يرحمكم، عسى الله أن يتوب عليكم، فنجد أن الخبر لازم يكون جملة فعلية. يقول الشاعر الآخر فأبت إلى فهم وما كدت آئبا، فأبت إلى فهم وما كدت آئبا أو آئبا. الشاعر يسمى بتأبط شرا، هذا الشاعر رآه أحد الناس يسرق عسلا من فوق جبل، فأخبر عنه أهل القبيلة فأرادوا أن يفتكوا به، فأتى بالعسل ورماه على الجبل وبدأ إيه؟ يتزحلق إلى أن وصل إلى الأرض وجرى وأفلت من هذه القبيلة. فيقول فأبت إلى فهم، يعني رجعت إلى قبيلتي التي تسمى فهم بعد أن عز الرجوع،
وكدت أحسب أنه لا عودة لي، وكثير من القبائل قد فارقتها وهي تصفر من شدة الحزن لأنني أفلت منها. الشاعر يعني بيفخر بنفسه بأنه يعني لا يستطيع أحد من الناس أن يلحق به في الجرب، فعندما أراد القوم أن يأخذوه قال عن نفسه: فأبت إلى فهم، يعني رجعت إلى قبيلتي فهم، وما كدت آيبا، يعني وما كدت راجعا. فالشاهد إنه خبر كاد أتى مفردا، وهذا نادر. ولذلك يقول الناظم: ككان كاد، كاد مثل كان في العمل، هذه فعل ناسخ يرفع المبتدا وينصب الخبر، وكاد فعل ناسخ يرفع المبتدا وينصب الخبر. لكن هناك فرق، إن كاد هذه لابد أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع. قال تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. كادوا، كاد فعل ماضي ناسخ يعمل عمل كان، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كاد، والألف اللي بعد الواو تسمى الفارقة، بتفرق بين واو العلة زي يدعو وبين واو الجماعة زي كادوا. يفعلون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، لأنهم الأفعال الخمس، والأفعال الخمسة كما تعرفون ترفع بثبوت النون. فاعل يفعلون واو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع، هذه الجملة كلها في محل نصب خبر. لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، نادر وقليل في كلام العرب أن يأتي لعسى وكاد خبرا مفردا، لابد أن يكون مضارعا. ولذلك قال الناظم: ككان كاد وعسى، لكن ندر غير مضارع لهذين، لهذين يقصد إيه؟ كاد وعسى، يعني نادر أن يقع الخبر مفردا. كما قلنا في البيتين: أكثرت في العذل ملحا دائما لا تكثرا، إني عسيت صائما. وكذلك قول الآخر: فأبت إلى فهم قبيلته وما كدت آيبا، أي راجعا. فجاء الخبر لعسى ولكاد مفردا، وهذا نادر وحكم عليه بالندور. لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. الشائع والكثير في كلام العرب أن يكون الخبر جملة فعلية فعلوها مضارع. ولذلك ورد عن العرب مثل يقولون: عسى الغوير أبؤسا، عسى الغوير أبؤسا. الغوير تصغير غار، وده يضرب فيه المثل للمكان الذي تظن أنه أمان ويكسي عكس ما تظن. جماعة المسافرين ونزل المطر، فدخلوا في هذا الغار يريدون الحماية من نزول الأمطار، ولكن وقعت صخرة كبيرة عليهم فماتوا. فقيل لهم في هذا المثل: عسى الغوير أبؤسا، يعني ممكن يكون الغار اللي هو مكان للأمان يكون هو نفسه مكان البؤس والشقاء. فهذا المثل ضرب لأنه أتى بخبر عسى مفردا، وقلنا هذا نادر. ثم يقول: وكونه بدون أن بعد عسى نذر، وكاد الأمر فيه عكسا. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. افهم كلام الناظم حتى يكون سهلا عليك. وكونه، كونه هو مين؟ الخبر. بدون أن بعد عسى نذر، يعني قليل، يعني خبر عسى الكثير والشائع والغالب أن يكون مقترنا بأن. قال الله عز وجل: عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يرحمكم. وقال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح، فعسى الله أن يأتي بالفتح. عسى فعل رجاء وهو فعل ناسخ يعمل عمل كان،
مبني على الفتح المقدر على الألف. رب اثنى عشر مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة. رب مضاف والكاف ضمير بارز، بارز يعني ايه؟ ظاهر، متصل يعني اتصل بكلمة رب، مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. الميم علامة جمع الذكور، وطبعا الخطاب إذا كان الإناث والذكور يغلب الذكور على الإناث. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أن يرحمكم، أن حرف مصدر ونصب، نصب يعني ينصب المضارع، ومصدر يعني يؤول مع الفعل المضارع بمصدر. الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الرب. والكاف هنا ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل مبني على الضم في محل النصب مفعول به. والميم علامة الجمع. هذه الجملة في محل نصب خبر عسى. لاحظوا معي إن الخبر هنا جاء مقترن بأن، وهذا هو الكثير. ولذلك يقول الناظم: وكونه، أي الخبر، بدون أن بعد عسى نذر يعني قليل. ولذلك يقول الشاعر: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون، شوف هو عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فكلمة يكون جاء الخبر بدون أن، وهذا قليل، لكن الكثير اقتران الخبر بأن، كما قال ربنا تبارك وتعالى في قرآنه: فعسى الله أن يأتي بالفتح. ويقول الآخر: عسى فرج يأتي به الله، إنه له في كل يوم في خليقته أمر. عسى فرج يأتي، لم يقل الشاعر أن يأتي، وإنما قال يأتي بدون أن. وكونه بدون أن بعد عسى نذر، ما معنى نذر؟ يعني قليل. إذا الغالب والكثير في خبر عسى أن يكون مقترنا بأن، والقليل أن يكون مجردا من أن. تقول: عسى الله أن يرحمنا، عسى الله يرحمنا. طيب، وكاد الأمر فيه عكس. كاد الأمر فيه إيه؟ بمعنى أن كاد الكثير والغالب في خبره ألا يكون إيه؟ مقترن بأن، كما قال الله عز وجل: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: يكاد زيتها يضيء، لم يقل الله يكاد زيتها أن يضيء. فكاد عكس عسى بالضبط، صح ولا لا؟ قال الله عز وجل: فذبحوها وما كادوا يفعلون، لم يقل القرآن وما كادوا أن يفعلوا. وقال تعالى: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. وأما اقتران الخبر خبر كاد بأن، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه: ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. ما كدت أن أصلي العصر، ما كدت أن أصلي. فجاء خبر كاد مقترن بأن، لكن هذا قليل في كلام العرب. قال الشاعر: كادت النفس أن تفيض عليه، كادت النفس أن تفيض عليه يعني أن تحزن عليه، كادت النفس أن تفيض عليه. كاد فعل ماضي ناسخ يدل على المقاربة، التاء تاء التأنيث، لأن الفاعل هو النفس مؤنث مجازي. النفس اسم كاد مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. أن حرف مصدر ونصب، تفيض فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود إلى النفس، وعليه جر ومجرور. هذه الجملة كلها في محل نصب خبر كاد. الشاهد اقتران الخبر بأن، وهذا قليل، لأن العكس، وهذا ما قاله الناظم: وكونه، أي الخبر،
بدون أن بعد عسى نذر أي قليل، وكاد الأمر فيه عكسة. قل مع البيتين: ككان كاد وعسى لكن در، غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نذر وكاد الأمر فيه عكسا. يبقى عرفنا من هذين البيتين إن كاد تعمل عمل كان، وهذا ما قاله إمامنا ابن مالك: ككان كاد، كاد مشبه وكان مشبه به ولا تشبيه الكاف، كاد مثل كان في العمل، وعسى أيضا لكن نذر، غير مضارع لهذين أي لكاد وعسى، غير مضارع لهذين خبر، يعني نادر أن يأتي الخبر غير مضارع، وكونه بدون أن بعد عسى نذر وكاد الأمر فيه عكسة. البيت الثالث: وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا. عسى قلت لكم إنها فعل من أفعال الرجاء، الرجاء فعل من أفعال الرجاء وليست فعل من أفعال المقاربة. أفعال المقاربة قلت لكم ثلاثة: كاد وأوشك وكرب، كرب بمعنى أوشك أو كاد. أما أفعال الرجاء فهي عسى وحرى واخلولق. يقول الناظم: وكعسى حرى، معناها في المعنى، عسى فعل رجاء، عسى الله أن يأتي بالفتح، وحرى مثلها بالضبط، أقول حرى المذنب أن يتوب من ذنبه، فحرى بمعنى عسى فعل رجاء. ولكن جعل، أصلا جعل فقط، بس الألف دي اسمها ألف الإطلاق في الشعر، يعني لأن العرب لا تقف على ساكن، فالحركة عندما أشبعت تولد عنها ألف، العلماء يسمون هذه الألف ألف الإطلاق أو ألف الإشباع، كما قالوا: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، لا تقل دعاك كا كده، الفتحة تشبعها تجيب ألف، لأن العرب لا تقف إلا على ساكن ولا تقف على متحرك. وكعسى حرى لا ولكن جعل خبرها، خبر مين؟ خبر مين؟ لا خبر حرى، ما خلاص عسى انتهى الحديث عنها. يقول وكعسى حرى، يعني حرى مثل مين؟ يبقى إذا الحديث عن مين؟ عن حرى وليس عن عسى، خلاص. وكعسى حرى يعني حرى مثل عسى بالضبط، فعسى هي فعل رجاء وكذلك حرى فعل رجاء. ولكن أهو حرف استدراك يريد أن يفرق لك بين عسى وبين حرى، جعل خبرها خبر مين؟ حرى، حتما بأن متصل، يعني خبر حرى لابد أن يكون متصلا وجوبا بأن، تقول حرى المذنب أن يتوب، لا تقول أو لا تقول حرى المذنب يتوب، لازم تقول أن. لكن عسى ممكن تحذف أن، كما قال الشاعر: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. هذا هو الفرق بين حرى وبين عسى، فحرى يجب اقتران خبرها بأن وجوبا، لكن بعكس إيه؟ عسى. هل فهمتم هذا البيت؟ وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا. وألزموا إخلولق أن مثل حرى، إخلولق فعل أيضا من أفعال الرجاء، وقلت إن أفعال الرجاء كام؟ ثلاث: عسى وحرى وإخلولق. سبق الحديث عن فعلين من أفعال الرجاء هو عسى وحرى، وهذا هو الثالث. وألزموا أي النحاء أو العرب إخلولق أن، تقول إخلولق المطر أن ينزل، إخلولق المذنب أن يتوب، إخلولق المسافر أن يرجع، يعني لابد أن تأتي بأن في الخبر.
وألزموا إخلولق أن مثل حرى بالضبط. وبعد أوشك انتفى أن نذر. أوشك فعل من أفعال المقاربة. تقول أوشك المذنب أن يتوب من ذنبه. فكاد فعل من أفعال المقاربة، لكن الخبر الكثير والغالب فيه التجرب من أن. أقول أهو فذبحوها وما كادوا يفعلون، يبقى الخبر مجرد من أن، هذا هو الغالب. لكن القليل، القليل إثبات الإيه؟ طيب يقول وبعد أوشك انتفى أن، يعني انتفاء لكن حذف الهمزة لوزن البيت. وبعد أوشك انتفى أن نذر، يعني مجيء أو انتفاء أو حذف أن من بعد أوشك هذا نذر وهذا قليل. فلنستمع. يقول الشاعر ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، هذه لأوشكوا إذا قيل هات، هات التراب. ويبدو أن الشاعر يعني أصيب بصدمة في الناس، فدائما الإنسان لما يصاب بشيء يعبر بمشاعره وبأحاسيسه عن الحادثة التي حدثت له. يبدو أنه سأل أحد أقاربه أو من ذوي رحمه فدخل الناس، فقول يا سلام الناس ما عادش فيها خير للدرجة دي، ما فيش حد راضي يساعد حد. فقال هذا البيت ولو سئل الناس التراب، التراب اللي هو يعني في كل مكان وبلاش. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، يعني كادوا إذا قيل هاتوا، هاتوا التراب أن يملوا ويمنعوا. أن يملوا، أن يملوا أهو. يبقى الشاهد إن خبر أوشك جاء مقترنا بأن، صح ولا لا؟ ومن تجربه منها يقول الشاعر يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، يوافقها. يوشك من فر من منيته، يعني افترض إنسان كان مسافر وكل من معه مثلا ماتوا في حادثة وهو نجا، فالشعر يقول يوشك من فر من منيته في بعض غراته ومراته يوافقها. يعني إذا كان في هذه المرة نجا فإن الموت سوف يأتي حتما، كما قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الآية قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه إيه؟ ملاقيكم. يعني لابد أن يأتي الإنسان، نسأل الله أن يحسن لنا الختام. يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، أهو هذا الشاهدة. جاء خبر أوشك مجردا من أن، وهذا هو القليل، وهذا ما أشار إليه الناظم. قال وبعد أوشك انتفى أن، يعني تجرد الخبر من أن نذر، يعني قليل ونادر. ومثل كاد في الأصح كرب، ها ومثل كاد ايه؟ كرب بفتح الراء، كرب. ونقل بكسر الراء كرب. يقول ابن عقيل رحمه الله لم يذكر سيبويه في كرب إلا تجرد خبرها من أن. وزعم المصنف أن الأصح خلافه، وهو أنها مثل كاد، فيكون الكثير تجرد خبرها من أن ويقل اقترانها بأن. يعني كرب دي يقول وفي الأصح، ومثل كاد
في الأصح كاد، احنا عرفنا الحكم في كاد، كاد الكثير والغالب في خبره أن يكون مقترنا بأن ولا مجردا من أن. اسمع إلى القرآن وتعرف الكثير والغالبه. فذبحوها وما كادوا يكاد زيتها يضيء، فجاء الخبر مجردا من أن، وهذا هو الكثير. لكن القليل هو إيه؟ اقتران الخبر بأن. فيقول ومثل كاد في الأصح كرب. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يقول كرب مثل كاد في عدم اقترانها بأن هو الكثير، والقليل اقترانها بإيه؟ بأن. لكن سيبويه رحمه الله ذكر إنها لابد أن تأتي مجردة من أن. سمعت أولاد ولا؟ يعني سيبويه يقول إيه؟ ما هو اعتبر بالقرآن هو الحجة، فذبحوها وما كادوا يفعلون. لكن ممكن يكون في بعض النحاة شافات الأعراب وسمعت، ومن سمع حج على من لم يسمع. فعند سيبويه إمام النحاة إنه خبر كرب لابد أن يكون مجردا من أن، ولكن الناظم ابن مالك تعقبه في هذا، قال الأصح إنها مثل كاد، وكاد كما نعرف يجوز أن تقترن بأن قليل، ولكن الغالب هو الكثير عدم اقترانها بأن. فهو يقول الناظم ومثل كاد في الأصح كربا. يقول الشاعر كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. كرب القلب من جواه يذوب، كرب فعل ناسخ يدل على المقاربة، القلب اسم كرب مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، من جواه من حرف جر، وجواه ده اسم مجرور، الجار والمجرور متعلقان بالفعل، يذوب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لتجرده من الناصب والجازم، وفاعل يذوب ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى القلب. هذه الجملة الفعلية في محل نصب خبر كربة، الشاهد مجيء خبر كربة مجردا من أن، وهذا هو الغالب والكثير. البيت الذي بعده يقول سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما، وقد كربت أعناقها أن تقطع. هذا البيت يقول فيه شاعر سقاها ذو الأحلام يعني أصحاب العقول، سجلا اللي هو الدلو فيه ماء، على الظما يعني سقاها على الظما من هذا الدلو، وقد كربت أعناقها أن تقطع من شدة العطش، كادت أن الأعناق نفسها تقطع من شدة العطش. فالشاعر يقول وقد كربت أعناقها أن تقطع، فأتى بأن في الخبر، وهذا هو القليل. إذن كان الناظم اللي هو المصنف محق فيما قاله عندما قال ومثل كاد في الأصح كربا، فكاد كما عرفنا الغالب والكثير في خبرها أن يكون مجردا من أن كما قال القرآن الكريم فذبحوها وما كادوا يفعلون. كربا مثلها بالضبط، يقول الشاعر كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب، الواشي اللي هو يسعى بين المتحابين بالإفساد بينهما. فالشاعر عندما سمع أن محبوبته غضبت عليه قال كرب القلب يعني كاد وأوشك من جواه من مكانه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب، وغضوب صفة على وزن فعول يشترك فيها الرجال والنساء، يعني يقال للرجل غضوب ويقال للمرأة غضوب مثل كلمة عجوز، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. وبعض الناس يقول يعني يقال للرجل شيخ ويقال للمرأة عجوز، هو يقال للمرأة عجوز والرجل أيضا عجوز،
لكن ايه سر تعبير القرآن بكلمة شيخ للرجل وكلمة عجوز للمرأة؟ لو رجعنا لكتب اللغة هنجد ان المرأة يقول لها عجوز والرجل شيخ عندما تتحدث المرأة عن زوجها او عن ابيها. فهمت ولا لا؟ ولذلك لما القرآن قال حكى عن سيدنا موسى عليه وعن نبينا الصلاة والسلام قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصر الرعاء وابونا ايه؟ شيخ كبير. يعني طالما تتحدث عن ابيك او عن زوجك وكده تقول ايه؟ شيخ كبير، صح؟ طيب شوف السيدة سارة قالت وهذا بعلي ايه؟ وهذا بعلي زوجي يعني. لكن اذا وجدت رجلا في الطريق قل هذا رجل عجوز وهذه امرأة عجوز، انت عرفت السر خلاص. يعني اذا تحدثت المرأة عن زوجها او عن ابيها وكان طاعنا في السن تقول عجوز ولا تقول شيخ كبير؟ شيخ. لكن رجل يمشي في الطريق نقول هذا عجوز، هذا رجل عجوز وهذه امرأة عجوز. فكلمة عجوز تطلق على الرجل وعلى المرأة. فالشاعر يقول كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. الشاهد ان الخبر جاء يعني مجردا من ان، وهذا هو الغالب. اما اذا اقترن بان فهذا قليل. وترك ان مع ذي الشروع وجبا، كل فعل يدل على الشروع وعلى البدء في الخبر لا يقترن بان مطلقا. فتقول بدأ العصفور يغرد وأخذ الأستاذ يشرح، فهذه الأفعال التي تدل على الشروع وذكر منها الناظم ذكر منها أنشأ وحدى وطفق وجعل وأخذ وعلق، ذكر من هذه أفعال الشروع كلها تدل على البدء في الخبر. وترك أن مع ذي الشروع وجب، يعني تقول مثلا أنشأ السائق يحدو، أنشأ السائق يحدو يعني يسرع في المشي. أنشأ فعل ماضي ناسخ يعمل عمل كان، السائق اسم أنشأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، يحدو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهور الثقل، وفاعل يحدو ضمير مستتر تقدره هو يعود إلى السائق. هذه الجملة الفعلية في محل نصب خبر. الشاهد أن الخبر جاء مجردا من أن وجوبا، يعني لا يجوز بحال من الأحوال أن إيه ها أن يكون الخبر مقترن بأن. ولذلك قال وترك أن مع ذي الشروع وجبا، يعني وجب ترك أن. نعم. هل الشروع هل يجب أن يكون الخبر بتاعه جملة أخونا بيسأل سؤال يقول يعني أفعال الشروع هل برضو يجب أن يكون خبرها جملة فعلية فعل مضارع؟ نعم، ما هو أفعال الرجاء والشروع والمقاربة كلها تعمل عمل كان بشرط واحد، لابد أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع. بس الفرق أن في أفعال تدل على قرب وقوع الخبر، في أفعال تدل على الرجاء في حصول الخبر، وفي أفعال تدل على البدء والشروع في الخبر، لكن كلها بتعمل عمل كان بهذا الشرط أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها إيه؟ مضارع. وبعدين هو وضح في مثاله أنشأ السائق يحدو أهي جملة فعلية، لم يقل أنشأ السائق حاديا أو مسرعا، لا، لابد أن يكون أيضا إيه؟ جملة فعلية فعلها إيه؟ مضارع. وطفق، طيب في القرآن الكريم الله عز وجل يقول ها فطفق ايه؟ مسحا، صح؟ صح يا ابن ولا لا؟ فطفق مسحا بالسوق والاعناق. طبعا سيدنا سليمان عليه السلام عندما شغل بالافراس والخيول واعجبته والهته عن ذكر الله عز وجل فاراد ان يكفر عن هذا، فماذا فعل؟ قال طب الخيول دي ذبحها لله عز وجل، بدا يعني يفرقها وبتاع عشان يكفر عن هذا الذنب الذي حدث. فطفق مسحا، ظاهر هذه الآية الكريمة ان الخبر جاء ايه او لا. خد بالك مسحا مفعول مطلق لفعل محذوف، فطفق يمسح مسحا، ف
فأصبح جملة فعلية فعله مضارع كما قلنا. ها كذا جعلت، جعلت أشرح الدرس، أو جعل الأستاذ يشرح الدرس، وأخذت، أخذ الأستاذ يشرح الدرس، وكذلك علق، كل هذه الأفعال تسمى أفعال الشروع، وخبرها لابد أن يكون مجردا من أن. واستعملوا مضارعا لأوشك، استعملوا مضارعا لأوشك، وكاد لا غير، وزادوا موشكا. استعملوا يعني العرب أو النحاة مضارعا لأوشك وكاد لا غير. إذن كرب ما ينفعش، لا يصح أن يقول يكرب. عسى لا يصح أن يقول إيه يعسو أو أعسو. إخلولق ما يصحش يقول يخلولق، لا. فهذه الأفعال ملازمة للمضي فقط، ما عدا إيه ها أوشك وكاد. أوشك يوشك من فر من منيته في بعض غارات يوافقها، يوشك. فاستعملت العرب المضارع، والمضارع يعمل عمل الماضي، مثل المضارع من كان، كما تعرفون ترفع المبتدأ وتنصب الايه الخبر، ويكون كذلك، ويكون الرسول عليكم شهيدا، والامر يعمل عمل الماضي، قل كونوا حجارة او حديدا. فيقول واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير. اذا بقية الافعال تلزم المضي. كاد يقول القرآن يكاد زيتها يضيء، وجاء بالماضي في سورة البقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. إذا المضارع يعمل عمل الايه الماضي. هل أنتم فاهمون؟ المضارع من كاد، المضارع من أوشك يعمل عمل الماضي، فالماضي يرفع المبتدأ وينصب الخبر، كذلك المضارع. وزادوا موشكا، موشك اسم فاعل، واسم الفاعل يصاغ من غير الثلاثي على وزن المضارع مع قلب ياء المضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر. أقول أوشك فهو موشك، زي أحسن محسن، والله يحب المحسنين. استغفر يبقى مستغفر. طيب يقول بعد ذلك بعد عسى إخلولق أوشك قد يرد بأن يفعل عن ثان فقد. اختصت عسى واخلولق وأوشك بأنها تستعمل ناقصة وتامة، فالناقصة قد سبق ذكرها، والتامة هي المسندة إلى أن، والفعل عسى أن يقوم، واخلولق أن يأتي، أوشك أن يفعل. فأن مع الفعل في موضع رفع فاعل عسى واخلولق، واستغنى به عن المنصوب الذي هو خبرها. زيد عسى أن يقوم، زيد مبتدأ، عسى فعل ماضي ناسخ تام، تام يعني ليس له خبر، فالمرفوع بعده يعرف فاعل. مش احنا درسنا كانت تامة وكانت ناقصة، وقلنا الكانت تامة هي التي تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى منصوب، كانت ناقصة تحتاج إلى مرفوع ومنصوب، كانت زائدة لا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب. فعسى فعل ماضي تام، وأن حرف مصدر ونصب، يقوم فعل مضارع منصوب بأن علامة النصب الفتحة الظاهرة، أن مع الفعل مؤول بمصدر، يعني عسى قيام زيد، عسى قيام زيد، قيام تصير فاعل لعسى، فاعل خلاص سد ما سد الخبر، مش محتاجين إيه إلى خبر. فهذا ما قاله بعد عسى إخلولق أوشك قد يرد، قد يأتي غنى بأن يفعل عن ثان فقد. الثاني الذي فقد هو الخبر، فأن يأتي أو أن يقوم استغنينا به عن الخبر، هذا معنى إيه قد يرد غنى، يعني نحن إيه في غنى تام عن الخبر. بعد عسى إخلولق أو شك قد يرد غنى بأن يفعل، يعني تستغني بأن يفعل عن الخبر، لا تحتاج إلى خبر. لكن غير الآية الثانية إيه عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يرحمكم، ربكم اسم عسى وأن يرحمكم هو الخبر. لكن أحيانا تستعمل عسى واخلولق وأوشك
بدون الخبر وتسمى عندئذ كان الأفعال التامة. وجردا عسى أو ارفع مضمرة بها إذا اسم قبلها قد ذكر. إذا قلت زيد عسى أن يقوم وذكرت اسما قبل عسى فيقول جردا عسى، جردها من الخبر. أو ارفع مضمرة يعني قل عسى فعل ماضي ناسخ واسمها ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى إيه؟ إلى زيد. وأن يقوم أهو ده الخبر، هو ده الجملة اللي هي وقعت خبر. ويجوز أن تقول زيد مبتدأ وعسى فعل ماضي تام يعني ليس له خبر. وأن يقوم أن فعل مضارع، أن حرف مصدر ونص، يقوم فعل مضارع منصوب بأن، وأن مع الفعل المؤول بمصدر يعرف فاعل لعسى، والفاعل سد مسد الخبر. هذا ما قال. وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر زيد. ثم قال والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت. أهو شوف عسيت، ولذلك يعني فيه قراءة، فهل عسيتم فهل عسيتم، فيها قراءتان عن العرب وردتان يعني. وانتفى الفتح ذكن، انتفاء الفتح، الفتح اللي هي فتح السين يعني، ذكن يعني عرف، يعني عدم مجيء الفتح قد عرف. البيت الأخير يقول إذا اتصل بعسى ضمير مرفوع للمتكلم مثل عسيت، أو للمخاطب عسيت، جاز كسر السين وفتحها. والفتح أشهر، الفتح أشهر، ولذلك قرأ نافع فهل عسيتم، انت وليتم بكسر السين، وقرأ الباقون بفتحها، ولذلك يقول الناظم وانتفى الفتح ذكن يعني عرف. فيقول والفتح والكسر أجز في السين يعني أجز كسر السين وفتحها من نحو عسيت، يعني عسى إذا اتصلت بتاء الفاعل سواء كان متكلم أو مخاطب أو مخاطبة. وانتفى الفتح يعني ذهاب الفتح ومجيء الكسر عرف، ذوكن يعني عرف. قل مع الأبيات مرة أخرى، ككان كاد وعسى لكن ندر، غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نذر، وكاد الأمر فيه عكس، وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا، وألزمك لو لقى أن مثل حرى، وبعد أوشك انتفى أن نذرا، ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا، كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق، واستعملوا مضارعا لأوشكا، وكاد لا غير وزادوا موشكا، بعد عسخ لو لق أوشك قد يرد، غنى بأن يفعل عن ثان فقد، وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا. والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتفى الفتح ذكن. قولوا معي الأبيتين عشان تحفظ تكون سهلة عليك. ككان كاد وعسى لكن ندر، غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نذر، وكاد الأمر فيه عكسا، وكعسى حرى ولكن جعلا،
خبرها حتما بأن متصلا وألزمخ لولق أن مثل حرا وبعد أوشك انتفاء نذرا ومثل كاد في الأطح كربا وترك أن مع ذي الشروع وجبا كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا بعد عسخ لولق أوشك قد يرد غنا بأن يفعل عن ثان فقد وجردا عسى وارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا والفتح والكسر أجد في السين من نحو عسيت وانتفى الفتح ذكن. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وارزقنا عند الموت شهادة وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.